استاذ سيدي الكريم، نحن كنقابة قوات الامن الداخلي والديوانة اتخذنا في الليلة الفاصلة بين 28 و29 اجتماع امني كبير بيننا. لماذا وضعنا هذا؟ لاننا السياسيون والمؤسسة الامنية هي التي تركت الفراغ للنقابات الامنية للتدخل، لاننا نشاهد اشياء خطيرة، لاننا نشعر بالخطر لهذه الدولة، لذلك تدخلنا. نحن النقابات هي دورها الدفاع على حقوق الاعوان الاجتماعية والمادية. اليوم لاننا امنيون، عندما نجد البلاد سوف تنهار، البلاد مهددة باستعمار جديد، اذا لابد للجميع ان يتدخل. بصفتنا اننا امنيون ونقابات امنية لدينا الحق والصلاحيات للتدخل لانقاذ الدولة. بما ان رجل القيادة سياسي الى حد هذه الان لم يشعر بان الدولة مهددة بالاستعمار، لم يشعر بان الشعب التونسي